Okay, Sabia, good morning, miss. Let's continue our lesson. We stopped here to توقفنا هون. I think, yeah, when her mother was extremely protective, كانت أمها صارمة, and princess grew up, حكينا نميت, under strict rules, تحت قوانين صارمة. Now, let's continue. She was never allowed to be alone. لم يسمح لها أن تبقى وحيدة. Allowed, تسمح لها to be alone, يعني أنها تبقى وحيدة. Her mother, والدتها, إذن هي هون يا مس عايدة على princess Victoria. Her tutor or her governess, tutor اللي هو اللي هون المربية أو عفوا المدرسة المعلمة يعني المعلمة اللي بدرسها بشكل خاص بالبيت أوكي وgoverness اللي هي المربية was always with her كانوا دائما معها she shared a bedroom كانت تشارك shared a bedroom with her mother مع والدتها In her playtime, وقت الفراغ تبعها, her only friends, إذن أصدقائها الوحيدين, were her dolls and her little dog. إذن كانوا من أصدقائها, لهم الدول and her little dog, وكلب صغير, اسمه داش, okay? When she was older, عندما كبرت, she described, وصفت her childhood as rather as sad and lonely. إذن وصفت طفولتها, childhood طفولة, rather إلى حد ما sad, حزينة ولونلي وحيدة, okay? At the age of 17, بعمر 17, she was introduced to handsome. تقدم لخطبتها هون handsome رجل شخصية يعني مرتب. Young German, إذن هو من German, okay, من ألمانيا. شاب ألماني Prince Albert, شو اسمه الأمير Albert. She liked him, حبته فورا, at once, but she was not yet ready to marry. لكن لم تكن جاهزة إنها تتزوجه, okay. So, لم تكن جاهزة أن تتزوجه. هون في عندي سؤال حط عليك إياه على المنصة أيضا بجواب الفولو أب. No, how did she describe her childhood? Okay, كمان مرة. حنحط سؤال. How did she describe her childhood? حكتب لك إياه أنا بالمنصة وأنت تجاوبي من ضمن خيارات الفولو أب يا سابع. Okay, طيب. هون عندنا new queen. هلا أصبحت هون ملكة جديدة. خلينا نشوف. بحكي لك the princess was 18 on 24th of May إذن أصبحت عمرها 18 أوكي 1837 بال37 less than أقل من a month later أقل من شهر her uncle عمها the king الملك died and she became أصبحت queen on 20th June بالعشرين من جون أصبحت هي الملكة 1837 إذن بعام 1837 Her first two requests, أول اثنين طلبين إلها، أو يعني أول طلبين لما أصبحت ملكة، شو طلبت؟ Were to have an hour by herself، إنه يكون عندها ساعة تقضي فيها مع وقتها مع نفسها، by herself مع نفسها، and to have a bed، وأيضا يكون لها تخت، removed، يعني شلوه from her mother's room من غرفة أمها، to a bedroom of her own، يصبح لديها غرفة نوم إيش خاصة بها. She did not want to be called Queen Alexandrina. ولم تكن تريد أن يدعوها بالأميرة بالملكة ألكسندرينا. Instead, بدلا من ذلك, she asked, طلبت for her second name Victoria to be used. إذن طلبت منهم أن يستخدموا فيكتوريا عوضا عن Queen Alexandrina. Okay. Now. لهون بكفي سابع وبدي اكتب هذا السؤال اللي انا بشوي حكيت لكم بالفقره اللي قبليها وجاوبيني عليه عن طريق سؤال الفولو اب يلا يعطيكم العافيه